السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في ريفيو ستيشن. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة أنا حابب أشكر كل واحد اشترك في القناة، كل واحد عمل لايك وكل واحد عمل كومنت. ممكن اللايك أو الكومنت أو إن أنت تشترك في القناة دوت بالنسبة لك ضغطة بسيطة، مجرد زرار بتدوس عليه، بس بالنسبة لي أنا دعم قوي جدا. إن أنت تشترك في القناة تعمل لايك تعمل كومنت، ده بيحسسني إن الفيديوهات بتاعتي مهمة، إن في حد بيتفرج عليها، اني بقدر افيد حد بيها. وعشان كده انا عايز اعمل جيف اواي، هو حاجه بسيطه جدا على قدي، مش مقدرت ان انا اعمل جيف اواي حاجه كبيره، بس ان شاء الله لما القناه تكبر كده وان شاء الله هتكبر بيكم ساعتها هقدر اعمل جيف اواي حاجه محترمه شويه. هبدا الجيف اواي عباره عن العاب، يعني هختار كل مره لعبه كده اعمل عليها جيف اواي. فاول لعبه لازم ابدا بيها طبعا تبقى اشهر لعبه موجوده، مع ان انا ما بلعبهاش بصراحه، يعني انا ما بلعبش اللعبه دي، بس ناس كتير قوي بتلعبها، طبعا ناس كتير قوي عايزه تلعبها. هيبقى جيف اوي على لعبه جراند سي فوتو في او جراند فايف او جاتا في، حسب بقى كل بلد ما مسمياها. هيبقى الجيف اوي بتاعها كود من شركه روك ستار، كود اصلي. ودي حاجه بسيطه كده، ان انا اذكر الناس ان هي بتشترك في القناه عندي وبتعمل لي لايك. عشان تخش الجيف اوي ده معايا لازم تبقى مشترك في القناه، لازم تعمل لايك للفيديو الجديد ده، ان الجيف اوي هعمله على الفيديو دوت، لازم تعمل كومنت. وهيبقى السحب عشوائي، برنامج كده هيختار اي حد عشوائي من الناس المشتركين في القناه من واللي عاملين لايك وكومنت، يعني ما ينفعش لايك من غير كومنت، لازم تعمل لايك وكومنت، عشان هو البرنامج بيختار من اللي عاملين لايك وكومنت، فلازم تبقى عامل الاثنين. وطبعا عاملهم على الفيديو ده، يعني مش مهم الفيديوهات القديمه، اهم حاجه الفيديو ده ان انت تبقى مشترك في القناه، عامل لايك عامل كومنت، والبرنامج هيختار عشوائي. تمام، انا عارف ان هي حاجه بسيطه، بس انا بحاول ان انا اشكر الناس. وزي ما قلت هيبقى في كذا جيف اواي على كذا لعبه، وربنا يسهل كده القناه تكبر فيكم، واعمل جيف اواي بقى حاجات كبيره، ممكن في ار مثلا، جهاز بلاي ستيشن، ده لسه يعني، بس ربنا يكرم. يلا بينا نبدا الفيديو. نبدا بقى الفيديو. كنت عملت فيديو عن الاوكلس كوست 2 انبوكسنج، الفرق بينها وبين الريفت اس، حاجات معلومات عنها، شويه حاجات عنها، وجربت عليها لعبه كده او لعبتين، حاجات بسيطه. فانا ناوي اعمل سلسله فيديوهات عنها او عن الفي ار عموما، العالم الافتراضي. في استخدامات كتيره للفي ار غير الالعاب، واول استخدام معانا النهارده، لو انت مثلا فنان او هاوي الرسم، هاوي التصاميم او التصميمات ال 3D، لو انت مهندس الحاجات ديت، الفي ار عموما تقدر تساعدك كتير قوي في الكلام ده. لما انت مثلا تيجي تصمم على برنامج، قول مثلا هتصمم سياره مجسمه، بتلف في برنامج قدامك شاشه، تقسيم برضه مهما كان غير لما تكون انت قدام الحاجه تقدر تلفها قدامك، وتقدر تلف انت حواليها، تشوف الابعاد، تشوف كل حاجه. او لو انت هاوي الرسم، بدل ما تجيب ورق وتشخبط وتقطع والوان غاليه وتهدرها، الريفت اس او الاوكلس 2 تقدر تساعدك، او اي في ار عموما. لدرجه ان جوجل عامله برنامج رسم رهيب، هتشوفوه معايا النهارده، بجد فعلا رهيب. فبلاش كلام كتير ويلا اوريكم البرامج او الالعاب دي حسب ما انت بقى عايز تسميه. انا لازم اقوم؟ لا مش هقوم على الكرسي، انا ما صدقت ظبطت الكاميرا وظبطت كل حاجه. المهم اول لعبه معانا النهارده، حط بس الصوت كده، ايوه. انا طبعا بكلمكم من مايك السماعه، فمعلش بقى لو الصوت مش مظبوط شويه، بس انا لو حطيت المايك ده جنبي، انا اساسا من غير الفي ار بخبط في المايك دايما، فهكسره المره دي. فاول لعبه معانا كده في الفيديو، لو انت بتحب الجرافيتي اللي هو الرسم على الحيطان والكلام ده، يعني حاجات زي كده، سوري انا خبطت في الكروما، شايف حاجه ايه التلفزيون اللي فيه كلب ده والسلم ده طلع فين. لو انت بتحب الحاجات دي، دي احسن برنامج او احسن لعبه ليك، يعني اسمها كينج سبراي جرافيتي، ما اعرفش ايه ده، ملناش دعوه بيه. نستونا عندي صوت الموسيقى، بشتغل شويه دي جي كده، ايوه انا فنان كده بالشفا. تقدر تلعب مالتي بلاير، تقدر تلعب سنجل بلاير لوحدك، لو عايز تلعب مع صحابك تقدر برضه مفيش مشاكل. نخش احنا نجرب السنجل مثلا، نجيب الحيطه دي نرسم عليها شويه. تبدا اهو اللعبه، مكان واقعي جدا،
يعني تحفة بصراحة، جرافيك كويس. تقدر تختار الأنواع طبعا. أنا معرفش ايه الفرق ما بين الحاجات دي. ايه الحمام اللي بيطير وطيارة؟ أنا يعني أنا الحاجات دي أنا معرفهاش. لو حد بقى ليه في الجرافيتي والكلام ده يقول لنا. المهم دي الحاجة، تقدر تختار هنا اللون، أي لون أنت عايزه. تقدر تتحرك اهو، بس ده كل حاجة في اللعبة يعني، اللي هي اللعبة دي يعني، دي كل حاجة ان انت ترسم بس ايه جرافيتي مش اكتر. فطبعا بدل ما تبوظ الحيطان بتاعتك وتبوظ حيطان الشقة، بتبقى طبعا مشكلة في البيت. تقدر تيجي هنا تقعد مع نفسك كده، تشغل ميوزك حلوة، اي ميوزك انت بتحب. ده بايظ، شغل اي ميوزك كده بتحبها وتعيش بقى ايه حالك كده هنا، اعمل اللي انت عايزه. ومش لازم تبقى فنان زيك طبعا كده، انا عارف ان انا فنان قوي، محدش يصدقها، ما بعرفش ارسم اصلا، بس فنان زي كده. وتعمل بقى ايه شوية تصاميم كده حلوة، تقدر تاخدها سكرين شوت، تعمل لها شير مع صحابك، تحطها على النت، سناب، فيسبوك، الحاجات دي زي ما انت عايز. ممكن نقلل الايدي شوية عشان ايه تبقى منظرها معقول. انا بوظت الدنيا صح؟ تقريبا انا بوظت الدنيا. ده بالظبط اللي جه يتكحلها عميها. صوت الحمام ضارب في وداني ايه؟ بس والله اللعبة لذيذة يعني، هنبوظ في الحيطة زي ما احنا عايزين. احنا نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. جرب الوان زي ما انت عايز. لا والدقة ايه يعني، رهيبة بجد بجد رهيبة. ابتدي بعيدة يعني، الدقة بجد رهيبة. حاسس ان انا فعلا بلون بجد. المهم دي كل حاجة على اللعبة، انت بتختار بس المكان، تختار الالوان اللي انت عاوزها، تختار السبراي اللي انت عايزه. ما اعرفش الفرق ما بينهم. انا هخلي ميتال وتعيش بقى. بص مثلا كده بلعب براحتك بقى، جرب ألوان، جرب اللي انت عايزه. بتاع ده ريحته، انا معرفش ايه اللي انا عامله ده، بس كل واحد بقى يقدر يورينا ايه المهارات بتاعته. دي كانت اول لعبة او اول برنامج معانا، نشوف اللي بعديها بقى. تاني برنامج او تاني لعبة معانا مجرد رسم عادي، جايب لك اهو ورقة، عيش ارسم زي ما انت عايز. عندك الأدوات أهي، وعندك شوية ألوان، اختار اللون ده ما ينفعش،
لا ينفع اهو، تقدر تدمج لونين مع بعض. طلع درجة لون مختلفة يعني، عندك مثلا انا وقعتها يعني، بس تعالي تعالي يا بنتي، فرشة خلاص خلاص. ايه التحكم فيها؟ حاسس ان هو مش قد اللعبة التانية يعني، التانية كان حاجة اجمد كده، بس برضو ايه لذيذة يعني. ادمن بقى الالوان دي كلها مع بعض، سايح الالوان كلها مع بعض. بص بص، فنان، انا فنان، انا فنان. انا فنان. ما علينا. ايوه، جيب بعدي. ايوه شوية مية كده خلاص، مش عايزك. عايزين لون اسود بقى. هو مش اسود خالص، يمكن نحاول كمان نسوده. انا مش عارف ايه اللون اللي طالع لي ده، انا خبطت في ايه؟ سليمة سليمة، ارجع ورا شوية، ارجع ورا شوية. سليمة سليمة سليمة. الفي ار ده حاسس هيبوظ لي كل حاجة في الشقة بجد. هنا ايوه، شوية مية شوية مية. وانا كده باصص للكاميرا، متحركش عن كده، متحركش عن كده، ماشي. يلا بقى شوية مية، اديها مية عشان ايه يعني، الحتة دي مش عجباني، الحتة دي مش عجباني. طب شوية اسود تاني. ايوه 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 مية مية. عايزين بقى فرشة، كنا خدنا الرولة. طيب ماشي، قد ده. دي احمر. يلا يلا، سلام عليا سلام عليا. فنان، انا فنان صح، انا فنان، انا فنان. عايزين ازرق، ازرق في ازرق هنا، نروح نجيب ازرق هنا اهو. ايوه ازرق. ممكن تعمل حاجة حلوة، جيب مثلا الأصفر. بصوا يا سلام الأصفر بقى، اللون ده يعني تدمج اللونين مع بعض. طبعا أنا بعمل اللوحة دي هحطها في المعرض إن شاء الله. اللوحة دي بتبيع ملايين أساسا، دي بتبين صراع الإنسان المعاصر مع التحديات اليومية. مية 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 مية، أنا فنان خلاص، مش عايز. بص الصورة، إيه الجمال ده، صراع صراع يعني. لو حد فين منها حاجة يقول لي ماشي. معرفش إيه صفحة النت دي بتعمل هنا، ممكن تدور تستعملها. طبعا هو واصل بالنت، فتقدر تدور على أي حاجة أنت عاوزها. طبعا تقدر تعمل سيف، تخرج الصورة على الموبايل أو على الكمبيوتر، تعمل لها شير مع صحابك في هنا استوديو، معرفش ده فايدته ايه، سكيل، فيها حاجات كتيرة كويسة يعني. تقدر تعمل نيو، تعمل صفحة جديدة وترسم صورة جديدة، فمتعملوش بس زي ترسموا حاجات ملهاش لازمة، مينفعش. ما دي ايه ده، ينفع بإيديا والله؟ استنى كده، مينفعش. ايه اللون ده، ايه اللون ده؟ مية مية، ممكن نعمل كده. والله انت ممكن تعمل هنا تصاميم ملهاش، تعمل تصاميم تحفة يعني، مش قصدي.
والله انا اعمل حاجات ملهاش لازمه، انا ممكن اقعد العب كده. لو انشي دي، طب لو حطيناها جوه وقعت خلاص. تيجي بايدها بقى. بص بص، بيعمل حاجه والله. والله بيعمل. بص بيفتح اللون ازاي. وايه الايد، ايه الايد دي، ايه الايد دي. لا يعني فيها امكانيات تحفة، والله فيها امكانيات تحفة. شوف بقى اللي بعده. طبعا عندنا بقى تلت برش دي بقى، جوجل هي اللي مصمماها، دي تحفة. انا عجباني، عجباني جدا. جرافيك فيها حلو جدا. انت بص يعني دي تصاميم تقريبا حد عاملها ممكن اعتقد. دي تصاميم ناس عاملاها. شوف منهم تصميم كده. بص هو بيرسم التصميم. مش اتحرك، مش ان اتحرك. لا ينفع، مش انا اللي اتحرك، انا اقدر احرك التصميم نفسه. ده بقى واحد فنان بجد يعني، مش حد زي كده. بص ماما عشان ايه ما نقعدش 5 6 ساعات. بص الجمال، والله فنان. بص الجمال، تخطيط الالوان يعني، يعني كل خط ليه وضع، ليه لازمة، مهم جدا. وتقدر تعمل من الصورة حركة كده، حاجة ظريفة. نشوف كده حد تاني احسن من الرسومات بتاعتي على الاقل. بتيجي منين؟ نقدر نغير المحيط بتاعنا. المعيد يعني انت تقدر تغير الالوان اللي حواليه. بس ده لايق قوي مع الصورة. بس حتى هنا اعمل لك مقياس ان انت ديناصور. انت بالنسبة لي ديناصور كبير قوي. فيل، انسان، يل. قعد قد ايه ده عشان يعملها، عشان يعملها بالمنظر ده قعد قد ايه. نجرب احنا حاجة. بص انا قاعد يعني ساعات، وانا ثواني مسحتها. بص حتى النقط، والله فنان اللي عمل الرسمة دي بجد فعلا. خلاص بقى، نقط كتير ليه كده. انا لو عايز اجيب رسمة حد تاني نجيبها منين؟ ينفع اعطري برد. انا وديت مكان الرسمة فين؟ مش عارف. طب نقدر نعمل ايه؟ نقدر نجيب هنا سكتش اهو. ابلود كلير مثلا، بدل ما نمسح واحدة واحدة نعمل ساينين. دي هي الرسومات التانية. شوف حاجة انمي. يا جدعان ايه ده، ايه ده. لا يعني ما اعتقدش. طبعا انا مهما وصفت لكم انا احساسي ايه، او انا شايف ايه، او انتوا زي ما انتوا شايفينها دلوقتي على الشاشه، استحاله استحاله يبقى نفس الاحساس لو انت لابس الفي ار وشايف المنظر ده قدامك. يعني بجد رهيب، بجد فعلا رهيب. تقدر تعدل عليه بقى. يعني عندك هنا مثلا اللايت. ده يعتبر أقوى برنامج رسم موجود للفي ار. تقدر فاير. بس الوضع ده اتغير ازاي، الحركة متغيرة ازاي. بس انا اغير اللون كده.
مش عارف ايه ده. اتحبها هنا. سموك كده، تعمل دخان بقى. ثلج، كل حاجة ليها موسيقى ليها صوت. مثلا تعمل ريمبو، كبر. نروح فين تاني؟ استنى استنى، نتنقل او نصغر ده. احنا نصغر ده خالص كده اهو. ستار، نجوم. انا ممكن اقعد ساعة بس اوريكم الحاجات دي كلها، يعني حاجات كتيرة جدا. ديسكو شكله مش عاجبني، ده حلو اوي. دايمون، خش جوه يعني ولا اعمل الو؟ معرفش. انت عندك هنا احتمالات لما لا نهاية. انت تقدر ترسم ايه بجد؟ يعني بجد فعلا رهيب. بابل صدى ده ايه؟ هيعمل ايه ده؟ يعني ده مثلا دوت لو جبته مثلا كده مع لون اخضر، انا رسمت خضرة كده بكل سهولة، بكل سهولة انا رسمت خضرة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اخضر ايه؟ تقدر تعمل طبقة فوق طبقة، يعني انا صغرت كل ده اهو خلاص اهو، خضرة اهي كده، انا رسمت خضرة. بصوا على المنظر، نتقلها شوية. اهو، فالاحتمالات ان انت تشوف تبدأ بقى تسيفها، تعمل شير، توريها لحد. هي رسمت بعيد عني ليه؟ اوه، بص المنظر بجد اختراع رهيب رهيب. ايه تاني؟ حاجات كتيرة. مثلا ده، نشوف ده. لا ما تقوليش بقى انت رازم كل ده. ده مين اللي جاله قلب يعمل كل ده؟ لا 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 لا، بتهزر والله بتهزر. طب انت بقى، انا هنا عشان قاعد فما اقدرش اتحرك، لكن انت ممكن تمشي تروح هنا. ايه ده؟ ده بص هناك وهنا لا لا لا، ده كده بتهزروا. نشوف حاجة تانية، نشوف حاجة تانية بجد. الموضوع ده بص بقى الجمال ده، زي ما قلت لك لو انت مصمم مثلا عايز تصمم حاجة ثلاثية الأبعاد مقسمة، مش محتاج خلاص شاشة الكمبيوتر وتشوف بقى حركة مش ده. انت وانت بترسم هتشوف الحركة، وانت بترسم هتقدر تعمل كده اهو. تقدر تخش هنا، خش الأدق أدق التفاصيل، تقدر تعدي زي ما انت عايز. هو فعلا ده المستقبل دلوقتي، يعني بجد رهيب. ايه رأيكم؟ بجد ايه رأيكم؟ معانا برنامج اخير برضو هيهم قوي برضو للتصاميم المجسمة، يلا بينا نشوفه لما الكويست تخلص. برنامج جرافيتي سكتش ده موجود في كل في ار برضو، تقدر ان انت برضو تعمل بيه حاجات مجسمة، يعني مثلا ممكن تجيب حاجات جاهزة زي مثلا سيارات، نجيب الدرون ده تقدر تعمل بيه تصاميم زي دي اهي. انت عندك شوية تصاميم جاهزة، عندك حاجات انت تقدر تعملها. بص تقدر زي ما انت عايز، او تقدر انت بقى ايه
يعني طبعا انا مش هعرف ارسم حاجه، انا مش هعرف ارسم حاجه زي دي كده يعني، انا ما عنديش القدره دي بجد. انا ممكن اصغرها واكبرها بس، بس كده خلاص. بس تقدر تتحكم في اي حاجه انت بترسمها، فده برضو برنامج مهم جدا، برنامج ظريف جدا. تقدر انا بص اهو تغير شكل الخط مثلا، نعمل علينا هيدا الصوت. انا بعرف ارسم، بعرف ارسم ايه تاني. طبعا كنت عايز اوريكم بقى حاجات اكتر من كده، بس للاسف ال VR بتعيط عايزة تتشحن، فما تنساش بقى لايك والسبسكرايب والكومنت على الفيديو دوت عشان تخش بقى معايا الجيف اوي. يا وي جت كده ليه مش عارف، جيف اوي على GTA V، و اشوفكم الفيديو القادم. سلام.